تاع العربي بالهيدي هذه دو هنا تاع نافعين بالليلة أبينا إلا أن نهديها عادي لا عمهم ذي ركب هذا لي بلي إن شاء الله تكون وطنا في المستقبل وتكون امرأة شجاعة كل قدرة بهذه الفائدة. فنشكركم شكرا جميلا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة والحمد لله بفضل المولى عز وجل ثم جهود الوالدة اللي كانت مدربتها الشخصية المعتمدة وتوفيق المولى عز وجل يعني الحمد لله ابنتنا هذه بنت العلمة وصلت بنت ستيف بنت الجزائر كلها وصلت إن شاء الله لهذا المستوى العالمي وشرفت البلاد ورفعت العالم الجزائري في مكان يعني قليل وين تكون مسابقات دولية ويرفع ذلك المكان الحمد لله ذوق عالم الجزائر راه يرفرف في أماكن بعيدة وهذه نعمة من نعمة المولى عز وجل نسأل الله السلامة والتوفيق شكرا جزيلا لكم. إذا أنت فيك اليوم تتشرف بتكريم هذه البطلة التي حصلت على أول جائزة أو كأس العالم في الحساب الذهني كالكيمونتال مؤخرا بتايوان وما نقدرش نقول حوايج اكثر عليها لانها هي اللي راح تقول لها واش كاين اليوم. اذا عين ترتيكا راه دارت هذه المبادره لانها شيء يعني لقيناه باللي من واجب علينا باش ما نخليوش هذه الفرصه تفوت باش نكرموا هذه لاننا جرت العاده هذه باش نهضروها بصفه عامه باللي جمعيه عين ترتيكا مش هذا هو المرة اللي راه يتكرم راه يكرمت من قبل أي واحد اللي يعني اللي يبرز في أي ميدان نكرموه ولا ناس مثلا اللي تركوا بصمات في مدينة العلمة هذه ما خليناهمش يروحوا هكذاك وكرمناهم. مرادقة العالم واحدة من مدينة العلمة تتشرف بأن تهدي للجزائر المرتبة الأولى في الحساب الذهني. ماذا أقول لك يا بنيتي؟ هنيئا لك وإلى الأمام والله موفق. أنت عارف العربي بالهيدي هذه دو هنا أنت عارف نافعين بالليلة أبينا إلا أن نهديها عادي لا عمهم ذي ركب هذا لي بنيتي إن شاء الله تكون وطنا في المستقبل وتكون امرأة شجاعة كل قدرة بهذه الفائدة.